نتمنى من الله العالم قادر تكونوا بخير على خير وفي جيدة خاصة الأخوان. راني جيت أنا الأخوان لهذا المعرض هذا وبغيت نشارك معكم هنايا الناس اللي جابوا لهنا المعرض. إن شاء الله راه أجواء رائعة إن شاء الله، ونتمنى تستمتعوا بالفيديو وما تنساوش تحطوا لايك للقناة. أعطونا لايك ونجزيكم بخير، تحياتي للجميع. بلا عزاء كما كتشوفوا راه جيت هنا لواحد المعرض عندنا هنا في المدينه، بغيت نشارك معكم هذا المعز هذا اللي جابوا للمعرض ما شاء الله، المعز المارادونيا. كونكورسو ناسيونال كابرا مارادونيا. تابعوا هذا الفيديو الاخوان. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انتم تبعوا الاجزاء كما كتشوفوا. دوره جديات هادو مازال ما ولدينش. كلهم العلف ديالهم هيك. جديات ملاحات هادو ما شاء الله. ترى الإناث هادو اللي هنايا بكرة الأمهات اللي من اليمن ندوز ليه باش تشوفوا المعزات. هذوما المعزات ما شاء الله، درعة الحال بينهم راه جاي عندهم هنا آلات الحل. عطيناهم الفصة هذي يابسة، آلات الحل هي هذي يا رفيق. ما فين كيحلبوهم غير هنا في هاد المعارض. هادو كيبقاو هادو كيحكو عليهم، هم راهم مونطين هذا هادشي هنايا باش يبغى يشري هكايا كيشوف هنايا هذا الحلب ديال الاوتوماتيك هي بحال هاديك اللي عندنا. الثلاجة هذه ديال الحليب تا هي كتشوفوا الحليب عز الملاقين. اللهم بارك عليكم بحال المعز اللي عندنا ما شاء الله. غير هاد المعز هذا راه مهلي هادو ما كيسرحوش، كيكونوا في مزرعة مغلقة. كاين هاد النوع هذا تا هو ما شاء الله، هو مالاغينيا وني مالاغينيا راه فيها أشكال. كاين هاد الشكل هذا روبا كيكون عندهم الشعر، كاين
من هذا النوع هذا سواء الريتينتا اللي كتكون شويه اللون ديالها مغموق. راه سولت مول هذا المعز هذا يجيبوا لهنايا المعرض، جايبو من واحد المزرعه هنايا في الريو غوردو، ماشي نفس المربي ديال العام الفايت، كانوا المعز ديال سيبيار. المعز راه ماشي ديال سيبيار، ديال مزرعه اخرى. كم شوفوا جديانا الاخوان، شوفوا الاخوان الناس راه كيجيبوا وليداتهم هنا كيستمتعوا بهذا المعرض هذا مع الجديان. ريان داك الجدي راه جي عام مسكين طلعتي فيه. دي رايان هذا الله يحفظه ويحفظ لكم وليداتكم. هانتوما الاخوان الجديان راه كيربحو هنا، كيجيو كيربحو هنا في هاد الموقع الاصطناعي كما كتشوفو. الحليب اللي كيعطيهم راه هو النوع ديال الحليب. كيعطيو الناس هنا كيعطيهم يرضعو بالبيبيرون كما كتشوفو بالرضاعة. كيجيو الوليدات هنا للمعرض راه كيدوزوها مزيان هنا مع الجديد. الاخوان بالنسبة للفحول هاد العام هذا راه ما جابوش هنا للمعرض الفحول، الفحول كتشوفو راه المعزات هنايا و إناث وجديات. سولت صاحب هاد المزرعة هادي قال لي راه ما جابوش الفحول. عرفتش شنو السبب علاش ما جابوش الفحول. من هاد الفترة هادي كيتلقاو مع المعز، دابا في شهر 6 كيتلقاو الفحول مع المعز باش كيلقحو المعز. الله اعلم يكون هذا هو السبب علاش ما جابوش الفحول.
شاء الله.